هل هو عنكبوت ولا هو عنكبوت؟ الخادم بتاعي بص لي بصه ما عجبتنيش، تعالى ولو كنت حافي. ما كل الناس كده، ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس بتدفع كده. الفيسبوك ساعات بتنزل عليه كلمات جميله، بتنزل عليه ايات جميله. اللي حصل معاه الموضوع ده ووقع داود النبي، لو مش عايز تاخد الكبير مني طب خد الصغير. تتجرد من اسلحتك وتتجرد من رتبتك، لو سمحت اقبل العزومه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الف حيله وحيله بخبره، الف ليله وليله. اقدم حيله، اول حيله استخدمها الشيطان او استخدمها العنكبوت، الحيله دي اسمها شك الدبوس. يظن الشخص انها شك الدبوس، ولكن الشك صعب جدا يسيب أثر وممكن يعمل تلوث. لو الدبوس ده مش نظيف وعمل شكة واحدة ممكن تموت إنسان، وفعلا الشك ممكن يموت إنسان. الشكة هنا هي إنك تشك في قدرة الله، تشك في حضور الله، تشك في وجود الله، تشك في محبة الله. ويحصل هنا هو الشك ده، تخيل لو واحد شك في شريك حياته أو شريكة حياته، تتحول حياته إلى جحيم. إيش حال لو الإنسان شك في ربنا؟ وزي ما قلت ليكم يا شباب إن دي كانت أول حرب وأول حيلة الشيطان استخدمها مع الإنسان. وقف الشيطان وقال لهم إيه؟ أحقا قال الله؟ هو صحيح قال كده؟ هو صحيح ربنا عايزنا نعيش في النظافة دي؟ هو صحيح ربنا عنده سماء؟ هو صحيح ربنا موجود؟ هو صحيح ربنا بيحبك؟ هو صحيح ربنا بيسمع؟ هو صحيح ربنا بيتكلم؟ هو صحيح ربنا يقدر يحل المشكلة الفلانية؟ الحقيقة إنه قضية الشك قضية قديمة جدا، حديثة جدا، مستمرة دائما على المستوى الشخصي، على مستوى المجموعات، وكتير جدا على مستوى الشباب. مع انه كل حاجة في حياتنا بتقول الله موجود، صراحة هو قالها وكمان احنا بنختبرها. احذروا من الشكة ولو كانت قد الدبوس. ربنا يفرح قلوبكم.